وفعلا يعني توقعاتك ايه ورؤيتك ايه لان شاء الله المركز الثالث اللي احنا ما ينفعش نقل عنه على راي نهاوند فعلا، واللقاء ده اللي هيجمعنا بفريق ياباني بيمثل مدرسه مختلفه ومغايره في كره القدم، تتميز بطبيعه الحال بالسرعات الفظيعه وفكره الارتداد السريع من الدفاع الى الهجوم الى اخره، وكل الامور دي كفيله بان هي تستنزف طاقه اي فريق منافس. فتوقعاتك للماتش ده ايه؟ هو نقطه تستنزف امكانيات اي فريق دي مهمه جدا. ده اللي حصل معانا مع فلومينزي. ده اللي حصل معانا امام فلومينزي فعلا. ليه؟ لانه انت بذلت كل طاقتك في الشوط الاول، ويعني ما سبتش شويه للشوط الثاني، ودي يمكن احد الدروس برضو المستفاده، ان انت ما تديش كل حاجه عندك، لازم مساله توزيع الجهد دي وجهه نظر من خلال المشاهده، يعني ان انت ما تديش كل جهدك. البرازيليين عملوا معانا كده، يعني هو ساب لك الكوره تلعب زي ما انت عايز، ايمانا كمان بان هو عنده اعمار سنيه كبيره، فالجهد مش هيبقى مستمر يعني لغايه نهايه المباراه، لكن نقدر نستفيد من ده في مباراتنا امام واحنا اصلا نتعرض ده ليه؟ فنبقى في عرض ان احنا نستفيد منه، ما احنا كلنا عارفين من قبل ما ندخل اللقاء. ايوه بس احيانا ان اللعب البرازيلي كده وان اعمار كذا لا، وعلى فكره كانوا عنيفين جدا. طبعا يعني هم بخبره وعنف شديد كانوا عنيفين في ايقافك برضه، لكن مع ذلك الحمد لله النادي الاهلي برضه انا شايف ان هو قدم مباراتين جيدتين جدا في كاس العالم للانديه. حتى انا برضه سئلت في احد الاماكن يعني انه الاهلي بعد كاس العالم للانديه انا بشوف ان هو هيبقى اداء افضل، لانه انت اديت اكتر طاقه عندك مع فرق مختلفة في المستوى ومتطورة، وده يمكن اللي حصل معانا السنة اللي فاتت بعد كأس العالم للأندية. الفكر نفسه حتى بتاع كولر في التعامل مع المنافسين اتغير بعد كأس العالم للأندية. انت مريت بتجربتين برازيلية وأسبانيا وريال مدريد، اديت كل اللي عندك، بس لحظات غياب التركيز تسببت في ان النتائج تركيز ولا امور اخرى؟ اصل تركيز هو ازاي يعني؟ ازاي بلعب مباراه كبيره ومش مركز؟ لا يعني ده ممكن يحصل في اي مباراه على فكره، يعني حتى في مباريات مش لازم يكون المنافس مستوى قوي، لكن ممكن تلعبي مع فريق في نفس مستواكي بس أو تطمئني أقل. بس تطمئني للفوز قبل نهايه الوقت يحصل خطف. ايوه ده وارد مع الفرق الكبيره، تحصل مره كل فين وفين، لكن يعني الفرق الكبيره كونها فرق كبيره معناها ان هي عندها يعني تعبير مجازي كده عندها حصانه من النوع ده من الامور. لا بتحصل في كل المباريات، حتى لو احيانا بتحصل مع فرق مستواها عالي جدا، مش لازم هنا يبقى غياب تركيز بس بشكل استثنائي، لكن ممكن يكون اطمئنان او استهتار بالفريق المنافس. بس مش ده العادي، لو حصلت أيوة. بشكل استثنائي. بس ما هو دايما احنا بقى في استدامه في التفصيله دي بقى دايما كره القدم برضو يا كريم فيها اخطاء، ما هو الاهداف لا تاتي الا من اخطاء، وانت لو بتلعب مثالي منفرده لو انت بتلعب مثالي 100% ده انت هتاخد كاس العالم يعني، فبالتالي وارد جدا الاخطاء في كره القدم. انا هاخد سؤال بقى فضل. من الاجابه دي اتفضل، انت قلت ايه وارد تاخد كاس العالم. في يوم من الايام ممكن الاهلي يحصل على كاس العالم للانديه، ولو قلنا هنوصل لده ازاي مع كل التنافسيه المرعبه اوروبيا ومع النظام الجديد كمان؟ شوف لو شفنا جميع ابطال البطوله دي قبل كده هتلاقيهم يا اما اوروبا يا اما امريكا اللاتينيه، وفي الاغلب اوروبا اللي هي الفرق الكبيره، لكن لان هم عندهم برضو خبرات اكتر مننا مفيش كلام، واصل في بعض الناس ايه تفرغوا سابوا ان النادي الاهلي هو بيلعب في البطوله دي للمره التاسعه، وابتدى يحسب له نتائج المباريات بتاعته والهزائم. طب ما انت مش بتخسر من فرق ضعيفه. طب يعني برضو كويس المناسبه دي ان احنا نرد على الناس اللي قاعده بتلعب في دوري شركات او دوري تعبان جدا وبتتفرغ لك انت ان انت والله دوري تعبان جدا. ايوه يعني انت رغم يعني انت سابق بخطوات
يا سيدي يعني اعمل زي بالظبط اوصل للبطوله الاول اعمل زي واخسر لكن ما تقعدش ماسك لي في السلبيات دي حقيقه وتركز عليها عشان تقنع نفسك ان انت كويس. مش خسران او ان انت حلو يعني فانت حلو يا سيدي على راسي بس خليني انا في حالي وخليك انت في حالك.